أبوي توفى وعندي دكان. أبوي توفى عندي دكان وقعدت أشتغل أشتغل في الدكان لحالي. بدايتي وأنا طفل صغير ياخذوني وياهم لجوا يشتغلون في النجارة، في قص الأذل، في غير الأذل، في الخشب الثاني، ياخذوني وياهم لازم نروح قصب طيب، لازم نروح في الشغل وفي قص الأذل الثنتين نقعد نقصهم، وش يعطونا 4 قروش يفرحونا أبه، ال4 قروش الأول القديم، وهذا عشان نشتري لنا حلق بيطة ولا غير حلق بيطة، نجي نفرح ونقعد نقص، قمنا نتعب تالي هديناهم تالي لا قاموا يشغلونا قمنا نشتغل وياهم. الأبو عنده ولده ياخذ يودي عند نجار يقول له أخذه بالسنة، السنة كد بطني بس ما يعطي فلوس، عذاك يعطيه ساعات نص ريال ولا ريال يوم الخميس، من الخميس للخميس عطاها الريال يفرحه عشان يتعلم الصنع، يقعد يشتغل في نجارة ولا في الخياطة ولا في ويا ذيلي في النخلوة ولا إيه، هذا أول كله كذي يطلعونهم شقلونهم ما يبي ولده يدور في السقيف. ويا جدي ويا أبوي تعلمني لين حتى الآن هذا إحنا نشتغل، وأشتغل بيوت غير بيوت كل شغلتنا. أول قديم كله نطق بلاوت ديكور غير ديكور، نسوي أبواب نصلح أبواب لين حتى الآن، لين الحين هذه نصلح أبواب قديمة. لا اليوم النجارة تطورت أزيد من قبل، إيه من مكاين غير مكاين، شغلة المكاين وغير المكاين وذيلي شو اسمهم القواطين وغيره يقيطنون، أول كله باليد لا يحفرون إلا باليد بالأزميل، أزاميل في خاصة يقعد يحفر يقعد ينقش. اليوم لا كله النش بالآلات الكهربائية، اليوم لا صار عندك شبه يبي له يوم واحد يلا ينقش ولا يخلصه، هذا اليوم لا ما تعود بالقيطان وهذا بالكهرباء ما تعود. أبوي باخذها إراثة من أبوه، وأنا أخذت إراثة من أبوي وأمي، وتبعتهم في الشغلة هذه في أول في بداية في جزاز الأسل مع الوالد في الجمل، وبعدين في نفس البيت مع الوالد والوالدة في تصليح الأسل هذا وتنقيته وتعديله، وبعدين أجلسوا على المادة كذا يشتغلوا أخذت فكرة منهم لين شوي استمريت على حسب شغله، ما اشتغلوا ويا الوالد والوالده، اعملها حق الرزق لنا، اول كانت هي معيشتنا الا من وراها، نسويها من اول الاسبوع لاخر الاسبوع، ونصدرها يوم الاربعاء سوق الاربعاء، ويوم الخميس سوق الخميس، وفي ناس يشترون حق محلاتهم المجلس والغرفه، في ناس يولفونها حق جميع المساجد المملكه، من اول السنه الى اخر السنه، 3 تجار يولفونها. ويحطونها عندهم في نفس المستودع يخزنونها، ولا بداية شهر شعبان صدروها دائرة الحج والأوقاف في الرياض، ودائرة الحج والأوقاف في الرياض توزعها على جميع مساجد المملكة كلها والخليج بعد تصدر لهم، هي نفس المملكة دائرة الحج والأوقاف. أي جزاز الأسل في أي وقت الصيف تلاقي بتقصه في وقت الصيف، عندك نامس وعندك زريق وعندك ياكل في بدنك، بس تصبر ما لك الا تصبر، ولا تروح من الفجر كلها لحظات ساعه ساعه ونص وترجع عن حراره الشمس، وتعرف بتقصه وبتنشره ف
في الشمس لين يتغير لونه يصير ابيض. يعني ولا بيوم ولا يومين، رسمي يوميا الى لمده اي وقت القزاز الاسد. واقص جزء اخضر ونشره في الشمس لمده معينه لين يجف، لا جف ولين قلب لونه ابيض. وسيته سراير، وعقب ما وسيت سراير احط عندي في المستودع. فاحطيت المستودع وجيت اشتغل يوميا منه، اطلع قدر اللي انا اشتغل به واحطه في المويه لين يكون يصير لين. اذا صار لين طلعته وصفيته، اخذ اللي يصلح منه واللي ما يصلح ارمي برا. بعدين اشوف الماده اللي انا بسديها على حسب الحف هذا، عرفت عليه؟ واخذ المقاس من الجهتين، الجهه دي والجهه دي، واجيب المحش واقصه حسب المقاس كذا من الطرفين، وابتدي اسدي الحبل هذا. اذا سديت الحبل هذا ابتديت في الشغله، تدري العده هذه لازم احضرها. اول بدايه نخمر الطين لمدة 3 أيام، بعدين 3 أيام نخرم في الأرض عشان ننشر الطين لمدة يوم يومين كذا على ما يجي. إذا جاف ندوس الطين بالرجول، نعود على يوم ثاني نحطه ندوسه 40 مرة، بعدين نحطه في الأكواس عشان تحافظ عشان لا يبس عن الهواء.